مرحبا، أنا شرف دار زيد، ماجستير بالإدارة الفنية، بعمل في مركز الفن الشعبي وراقص ومصمم في فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية ومدرب رقص لمجموعات مختلفة. احنا اصلا بفلسطين بنعيش طول عمرنا ظروف من الاضطهاد، سواء الاضطهاد السياسي ولا الاضطهاد المجتمعي. انا ما بنتمي للمدرسة الرقص او مدرسة الفن اللي بتحكي فن من اجل الفن او رقص فقط من اجل الرقص. بأمن انه الفن عموما والرقص خصوصا والدبكة على وجه التحديد بتلعب دور في تغيير المجتمعي والتغيير السياسي نحو الأفضل. طبيعة الفنان هو إنسان منتج ومبدع وبحاول دائما تحويل المعاناة لمشهد فني واستعراضي بصري للجمهور. بطبيعة الحال أنتجت فيديوهين خلال فترة الحجر، واحد دبكة مع طلاب مدرسة دبكة التابعة لمركز الفن الشعبي، دربنا على مجموعة من الحركات، تم إنتاج الفيديو، تم نشره عبر الفيسبوك. فيديو ثاني كان أفرو دبكة، اشتغلت مع مجموعة من الراقصين اللي أخذوا معي تدريبات الأفرو دبكة خلال السنوات الماضية. تواصلت مع مجموعة من الراقصين من 10 دول مختلفة. كمان أنتجنا فيديو تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كنت في فترة الحجر وما زلت بعطي بعض التدريبات في ألمانيا وفي كندا. خلال فترة الحجر كان فرصة إنه أشتغل على إنتاج عمل فني راقص جديد تحت عنوان الحب في زمن الأبارتايد. كتبته وصممته خلال فترة الحجر، وفي الوقت الحالي عم بقوم بتصوير المنتج على أمل إنه يتم عرضه قريباً عند عودة الحياة الطبيعية على خشبة المسرح. القطاع الثقافي والفني مش معزولين أبداً عن باقي القطاعات، ممكن يكون هو الأكثر ضرراً، ولكن في النهاية أملنا أنه تنتهي هاي الجائحة ونرجع للحياة الطبيعية ونقدم الفن بالشكل الطبيعي اللي كان عليه ما قبل جائحة الكورونا.